الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات قطاعي السياحة والآثار على مستوى الجمهورية. جولة جديدة من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف للتصويت على السلطة التنفيذية المؤقتة لإدارة البلاد. إدانات دولية لإعلان جيش ميانمار حالة الطوارئ بعد اعتقال عدد من زعماء البلاد. الرابعة عصرا في القاهرة، ساعة إخبارية شاملة على نيل الأخبار. أهلا بكم وإلى تفاصيل هذه الجولة. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحي والأثري على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار، واستعرض العناني الجهود التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة خلال عام 2020 على المستويين الهيكلي والمؤسسي من خلال دمج قطاعي السياحة والآثار، وما تم من إجراءات لترسيخ هذا الدمج بين القطاعين من كافة الجوانب داخل إطار واحد. عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم اجتماعا افتراضيا عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في سيراليون لبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، وكذا التشاور حول عدد من الموضوعات الدولية التي تشغل اهتمام البلدين. هذا وقد أكد شكري حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون، خاصة تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمارات المصرية المباشرة في سيراليون من خلال تشجيع الشركات المصرية لتوسيع أنشطتها هناك. وأشاد بالجهود الجارية لتعزيز العلاقات بين الدولتين من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، من بينها التعاون في مجال التشاور والسياسة والثقافة والشباب والرياضة. في نبأ عاجل، شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية العمل الجماعي في إطار الأخوة العربية على استعادة الاستقرار في دول المنطقة كافة، لا سيما الأزمات التي تعصف بها وتسعى التنظيمات الإرهابية للاستقرار والتمدد فيها، مدعومة بقوى خارجية إقليمية ودولية تستهدف صناعة الفوضى من أجل السيطرة على مقدرات أوطاننا العزيزة. جاء ذلك خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الاستخباري. استقبل رئيس مجلس النواب حنفي جبالي وفد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقدم مرعي التهنئة لجبالي بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكدا أن المحكمة الدستورية تعتز بأن يتولى رئيسها الأسبق رئاسة مجلس النواب، ومشيرا إلى أن جبالي قامة قانونية تضيف وتثري الحياة النيابية المصرية. من جانبه أكد جبالي أن زيارة رئيس المحكمة الدستورية العليا تؤكد مدى وأهمية التنسيق والدعم المستمرين بين مؤسسات الدولة المصرية كافة. يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم إلى بيان وزيري المالية دكتور محمد معيط وتضامن الاجتماعي نيفين القباج عن أدائهما خلال الفترة من 2018 وحتى 2020. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من مقر مجلس النواب مراسلنا رمضان المطعاني. رمضان، تحية لك.
نعم بالفعل، يعني قرابة 5 ساعات استمرت الجلسة العامة للاستماع ومناقشة بيان وزير المالية محمد معيط خلال أداء وزارته خلال الأعوام الماضية وفقا لبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2018-2022. كنت قال معيط في بداية كلمته أنه ليس أتى إلى هنا لكي يستعرض يعني الإنجاز الشخصي له ولوزارته، وإنما جاء لعرض الموقف الاقتصاد المصري وكيف يعني تم التعامل معه خلال الفترات العصيبة التي مرت على البلاد سواء في السنوات الماضية وخلال أيضا جائحة كورونا. بالفعل يعني بحسب يعني التصنيفات العالمية والتصنيفات الإنمائية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، أشاد الوزير بقوة الاقتصاد المصري واستقراره في وجه هذه الجائحة العالمية التي عملت على هز اقتصادات عالمية كبيرة، وأنه وفقا للإصلاح الاقتصادي الذي تم من خلال الخطة التي وضعتها مصر ورؤية القيادة السياسية أنه تم بالفعل يعني اجتياز هذه الصعوبات والثبات والاستقرار للاقتصاد المصري في كافة المجالات وكافة الملفات. أيضا يعني تحدث الوزير عن أن الوزارة خلال الأعوام الماضية وخاصة في عام 2017 كان هناك خفض في العجز الكلي للموازنة، في 2017 وصل إلى 11% من الناتج الإجمالي الكلي، وأيضا في عام المالي 2019-2020 وصل نسبة العجز إلى 9%. أيضا عرج وزير المالية محمد معيد خلال بياني بأن استطاعت الوزارة من خلال الترشيد يعني دعم المواد البترولية إلى تقويم عدد من الوزارات وزيادة الميزانيات الخاصة به، خاصة وزارة التعليم ووزارة البحث العلمي ووزارة الصحة، حيث تم زيادة الاعتمادات المالية لهذه الوزارات بنسبة تقدر ب 682 مليار جنيه. أيضا عملت وزارة المالية خلال السنوات الماضية على دعم المبادرات الرئيسية كمبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات التي ساهمت في الارتقاء بمستوى يعني المواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه. أيضا عرج وزير المالية إلى المنظومة التموينية وكيفية تم إصلاح هذه المنظومة وزيادة الدعم النقدي الخاص بالفرد والذي تجاوزت 5 مليارات جنيه. أيضا عرج إلى نسبة يعني الأجور وزيادة الأجور والحد الأدنى للأجور الذي كان 1200 جنيه حتى وصل وتخطى 2000 جنيه، كل هذا من الموازنة العامة للدولة بسبب تنمية بعض الموارد الخاصة بالدولة وزيادة يعني الموازنة العامة للدولة بشكل كبير. أيضا بعد عرض هذا البيان الخاص بوزير المالية تم فتح باب المناقشة للنواب والذين ناقشوا الوزير لأكثر من 4 ساعات في عديد من الملفات سواء بالخاصة بالضرائب التصاعدية وسواء بتوحيد منظومة الجمارك والضرائب الخاصة بها وحتى الإجراءات الخاصة بالجمارك وتوحيدها بشكل كبير على كافة المستويات. ثم طالب بعض النواب يعني زيادة الأجور الخاصة بالمعلمين وإرجاع هيبة المعلم مرة أخرى والعديد والعديد من الملفات الخاصة. ثم بعد ذلك تم غلق باب المناقشة وإحالة ملف أو بيان الوزير إلى اللجنة المختصة لاستكمال إبداء الملاحظات على البرنامج الخاص بوزارة المالية. هل في إفادة لوزارة التضامن أيضا في إطار يعني فعاليات التي يشهدها مجلس النواب رمضان؟ نعم، يعني الآن ومنذ دقائق قليلة يعني وزيرة التضامن فينا القباج تعتلي المنصة الخاصة بها في مجلس النواب وتدلي البيان الخاص بها في حدود الساعة 4 قبل حوالي 10 دقائق من الآن. نيفينا القباج تدلي البيان الخاص يعني الوزارة الخاص والإنجازات التي تم تحقيقها على كافة المستويات سواء الضرائب أو سواء المعاشات أو سواء مبادرة حياة كريمة وكافة المبادرات التي ساهمت فيها وزارة التضامن الاجتماعي والعديد أيضا، وبالنسبة أيضا لمنظومة الأجور وزيادة المعاشات. وبالتأكيد سوف نتعرف على تفاصيل هذا الطرح من خلالك. أنا بشكرك جزيل الشكر رمضان مطعاني على هذه المتابعة. إلى سويسرا حيث بدأت جولة جديدة من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي للتصويت لاختيار مجلس رئاسي من 3 أشخاص ورئيس وزراء، ويعقد ملتقى الحوار بكامل أعضائه ويستمر حتى 5 فبراير الجاري، ويختار المشاركون من بين 24 مرشحا لمناصب المجلس الرئاسي 3، بينما يتنافس 21 شخصا
على منصب رئيس الوزراء وفقا للقائمة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد لحين إجراء انتخابات في 24 من ديسمبر المقبل. المجلس الرئاسي خطوة على الطريق للوصول إلى ليبيا موحدة، ورغم أهمية تلك الخطوة فهناك العديد من التحديات على الطريق. ملتقى الحوار السياسي الليبي يجتمع حتى 5 فبراير الجاري في سويسرا للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من 3 أعضاء ورئيس للوزراء يعاونه نائبان. وبحسب الأمم المتحدة على المجلس الانتقالي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن حتى انتخابات ديسمبر المقبل. البعثة الأممية للدعم في ليبيا عرضت اختصاصات المجلس الرئاسي والتي تسير نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وصولا إلى تشكيل مفوضية عليا للمصالحة. رئيس المجلس الرئاسي مكلف بالإشراف على أعمال المجلس وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية. ملتقى الحوار الذي انطلق من تونس في نوفمبر من عام 2020 لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة ينعقد بكامل أعضائه وعددهم 75 للاختيار من بين 24 مرشحا لمناصب المجلس الرئاسي 3، بينما يتنافس 21 شخصا على منصب رئيس الوزراء وفقا للقائمة التي أعلنتها الأمم المتحدة، وذلك تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد لحين إجراء الانتخابات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. تحية لحضرتك أستاذ أشرف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا لحضرتك. تحية لحضرتك. في رؤيتكم إلى أي مدى يمكن أن تسهم جلسات الحوار الليبي بجنيف في حلحلة الأزمة وإنهاء الصراع في ليبيا؟ يعني بالتأكيد الجلسات الجارية حاليا في جنيف يعني ستكون صعبة، يعني جلسات محورية، جلسات تحدد مستقبل ليبيا، قد تأتي بنتائج يعني يقبلها البعض ويرفضها الآخر. وهناك معلومات اليوم على سبيل المثال أن يعني بعض الميليشيات بدأت يعني تحتشد في طرابلس لرفض النتيجة التي لا تتماشى مع هواها، لكن على أي حال ننتظر الأفراد المفترض أنه هذه الانتخابات يعني تسخر عن مجلس رئاسي وحكومة تمثل كل أنحاء ليبيا. عندما يتم اختيار مثلا رئيس رئاسي لابد من مثلا طرف نصف، لابد أن يكون لهم نائبين أحدهم من بركة وآخر من خزان، والعكس بالنسبة لمجلس الوزراء. وبالتالي هناك تشكيل سيكون ممثل لكل ليبيا، لكن المشكلة ستمثل في من سيأتي، وهل الذي سيأتي أو الذي سينجح سيحوز على يعني احترام وثقة كل الليبيين. الأمر صعب جدا، النتيجة ستظل معلقة، نتيجة الرضا أو الرد ستظل معلقة. يعني هل المجلس الرئاسي في ليبيا هو نهاية المطاف اللي ممكن فعلا ينهي هذه الحالة من عدم التوافق أم لا؟ إجابة بنعم بلا. عفوا لم أسمع السؤال. المجلس الرئاسي في ليبيا يعني هل هو نهاية المطاف؟ هل هو كفيل بإنهاء حالة عدم التوافق أم أنه يجب أن يبنى عليه المزيد من الخطوات؟ سريعا بعد إذن حضرتك. هو بالتأكيد يعني هو ليس نهاية المطاف. نهاية المطاف ما زال أمامها وقت طويل، ما زلنا في انتظار إجراء انتخابات يعني تشريعية، وأيضا في انتظار الدستور الجديد. كل هذا سيأخذ وقت. من سيتم انتخابه الآن سيكون لفترة مؤقتة، لكن أيضا يعني هل هؤلاء سيمكنهم أن يواصلوا ويستمروا إلى أن يصلوا لمرحلة إجراء الانتخابات والاستفتاء وما إلى ذلك؟ الله أعلم، لأن التركيبة الليبية نعلم صعبة، وأعضاء أو الأعضاء الذين ينتخبون 75 شخصا يعني معظمهم كما نعلم أو جانب كبير منهم ذوي اتجاهات يعني إسلامية أو اتجاهات إخوانية، وكان اختيارهم في البداية. بالتأكيد في كثير من التدخلات في المشهد، ويعني يرتقب أن تتكشف المزيد من التفاصيل في
التطورات الليبية في الفترة القريبة القادمة. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. في تصريحات خاصة للنيل الأخبار، أكد أمين عام مساعد جامعة الدول العربية السفير حسام زكي أهمية اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سيعقد الخميس المقبل لبحث دعم القضية الفلسطينية خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة. الاجتماع المقبل هو اجتماع مهم، لأنه بعد ما حدث في اجتماع يوم 9/9 الماضي كان هناك يعني شكل من أشكال عدم التوافق وعدم الرضا ما بين الإخوة سواء الفلسطينيين والعرب، يعني كان في ترك مذاقا يعني مرا، فبالتالي كان يجب تصحيح الوضع. ونشكر لمصر والأردن أنهما قدمتا هذه المبادرة وتسعيان لإعادة الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه وما يجب أن تكون عليه، خاصة في ظل إدارة جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، هو أن العرب يقفوا بشكل ما متحدين حول كلمة سواء في موضوع الفلسطيني، وهذا أمر هين. ونعتقد أنه هناك يعني جهد كبير يبذل الآن للتحضير لهذا الاجتماع. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 9 للتعاون العام بين الجامعة والاتحاد الإفريقي برئاسة الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. أكد أبو الغيط في كلمته خلال افتتاح الاجتماع على أهمية التعاون العربي الإفريقي دعما لمصالح دولهما وشعوبهما العربية والإفريقية وأهمية الدور الإفريقي في دعم القضية الفلسطينية. لزيادة التعاون وبحث العديد من القضايا، عقد الاجتماع 9 للتعاون العام بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، والذي يمثل أعلى آلية للتعاون بين الدول العربية والأفريقية في الفترة الحالية. زيارة الرئيس المفوضية السيد موسى فقي اليوم لمقر الجامعة العربية زيارة مهمة، لأنها تأتي في توقيت يعني بالغ الأهمية للطرفين، الجانب العربي والجانب الأفريقي يهتمان بعدد من المشكلات والأزمات الموجودة في المنطقة سواء المنطقة العربية أو الأفريقية. هناك تأثر وتأثير كبيرين على الجانبين بكل هذه الأزمات والمشاكل. أكد السفير حسام زكي على دعم الجامعة العربية للسودان في نزاعها مع أثيوبيا حول الحدود. معالي الأمين العام عندما تعرض لهذا الموضوع في كلمته الافتتاحية في المباحثات أكد على مساندته للموقف السوداني، وهذا أمر مفروغ منه وطبيعي، ولكن يعني كما تعلم الجانب الاتحاد الأفريقي أو المفوضية البلدين السودان وإثيوبيا عضوان فيها، وبالتالي يتعذر عليهم أن هم يأخذوا موقف يدعم أحد الطرفين في مقابل الطرف الآخر، لكن كجامعة عربية موقفنا واضح من دعم وتأييد السودان في موقفه وفي حقوقه المستقرة على مدار عشرات السنين. تم مناقشة عدد من القضايا وخاصة قضية سد النهضة وكيفية الحفاظ على حقوق مصر والسودان في مياه النيل. مفوضية الاتحاد الأفريقي يعني لديها علاقات طيبة بالجميع، وأعتقد أنه المحادثات مع الجانب المصري بالأمس مع السيد الرئيس ومع السيد وزير الخارجية تناولت هذه المسائل. من جهتها الجامعة العربية لديها قرار في هذا الموضوع، وهو قرار يؤيد الحقوق المصرية السودانية في مياه النيل، ويعني يطلب ويحث على التعامل الأثيوبي العاقل والمتوازن والمنصف مع هذه القضية. تم التأكيد على أهمية المواقف المعروفة للاتحاد الأفريقي والثابتة والمناصرة لفلسطين والمتضامنة مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني، وأهمية استمرار التضامن الأفريقي التاريخي مع القضية الفلسطينية في الفترة القادمة.
مباحثات عربية أفريقية مهمة لبحث العديد من القضايا الساخنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وزيادة التعاون العربي الأفريقي والذي يأتي في ظل الظروف الدولية والسياسية التي تمر بها المنطقة. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن دول الخليج العربي تدعم استقرار العراق وأمنه. وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف إنهما بحثا الربط الكهربي والحرب ضد الإرهاب. كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف قد وصل بغداد في وقت سابق اليوم لمناقشة عدة قضايا متصلة بشأن العراقي. في ميانمار حضت الزعيمة أونغ سان سوكي التي اعتقلت من جانب قوات الجيش إلى عدم قبول الإجراءات التي اتخذها الجيش ونقل السلطة إليه. من جانبها تعهد الجيش بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة في أعقاب فرض حالة الطوارئ لمدة عام وإعلانه نقل السلطة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال من أونغ هيليانغ. وصرح متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار بأن الجيش اعتقل رئيس البلاد وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب الحاكم في مداهمة في الصباح الباكر. وقال نائبان برلمانيان إن قوات الأمن في العاصمة تتحفظ على مقر إقامة أعضاء البرلمان. وأفاد تقرير بانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في العاصمة نايبيا داو. منذ أسابيع لم يتوقف الجيش القوي في ميانمار عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر الماضي وحققت فيها الرابطة الوطنية للديمقراطية وهو حزب أونغ سان سوكي الحاكم فوزا ساحقا. وتزايدت المخاوف بعد أن طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هيلينغ الشخصية الأكثر نفوذا في ميانمار إمكانية إلغاء دستور البلاد إذا لم تطبق القوانين بشكل صحيح. وقد أثار الانتشار الكثيف للمدرعات في شوارع عدة مدن كبيرة قلقا بالغا. وتصاعد التوتر السياسي في الدولة الواقعة جنوب شرقي آسيا الأسبوع الماضي بعد تصريح المتحدث باسم الجيش أنه لا يمكن استبعاد وقوع انقلاب في حال غضت الحكومة الطرف عن الشكاوى بشأن ما وصفه بالتزوير واسع النطاق للانتخابات. وكان أنصار جيش ميانمار وحزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش واصلوا احتجاجاتهم ضد فوز أونغ سان سوكي الساحق في الانتخابات وطالبت لجنة خاصة بتدقيق القوائم الانتخابية الأمر الذي أيده الجيش. الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر ثاني انتخابات ديمقراطية تجرى في ميانمار منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011 وحصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكم على 396 من أصل 476 مقعدا مما سمح له بتشكيل حكومة بقيادة مستشارة الدولة أونغ سان سوكي لمدة 5 سنوات أخرى. وحصل حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش على 33 مقعدا فقط. لكن الجيش اعتبر أن هناك 10 ملايين حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر وطالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها. وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذا مصداقية وعكس إرادة الشعب. ونفت مزاعم التزوير الانتخابي لكنها أقرت بوجود ثغرات في قوائم الناخبين في عمليات اقتراع سابقة وأعلنت أنها تحقق حاليا في 287 شكوى. وحث بيان صادر عن بعض البعثات الدبلوماسية في البلاد بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حثت الجيش على الالتزام بالمعايير الديمقراطية. وأكد البيان رفض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات.
أثار استيلاء جيش ميانمار على السلطة انتقادات دولية واسعة، حيث طالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش فجر اليوم، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عن قراراته. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة باعتقال الزعيمة أونغ سان سوكي وزعماء سياسيين آخرين، فيما يتوقع بأن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة. توالت ردود الفعل الدولية المنددة باستيلاء جيش ميانمار على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، بعد اعتقال عدد من زعماء البلاد بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سوكي. الولايات المتحدة الأمريكية طالبت بإطلاق سراح القادة الذين تم اعتقالهم، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش التراجع عما اتخذه من إجراءات، وهو نفس الموقف الذي اتخذته بريطانيا على لسان بوريس جونسون الذي أدان استيلاء الجيش على السلطة وطالب بالإفراج الفوري عن سوكي. رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل طالب باحترام نتيجة الانتخابات البرلمانية واستعادة العملية الديمقراطية. وأبدى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قلقه من التقارير الواردة من ميانمار، وأكد على دعم بلاده منذ فترة طويلة للتحول الديمقراطي. We've been a long-standing supporter of Myanmar's. نقف بجانب المرحلة الانتقالية للديمقراطية في ميانمار بما في ذلك الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، لذا فنحن نعارض بشدة أي محاولة للقفز على نتائج تلك الانتخابات، ونطالب القادة العسكريين وجميع الأحزاب بالعودة إلى مقتضيات العملية الديمقراطية، ويتفق معنا في هذا الطلب العديد من الدول مثل كندا والولايات المتحدة وأعضاء الاتحاد الأوروبي، ونتمنى دائما الأفضل لشعب ميانمار لأنهم يستحقون ذلك. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أن هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في البلاد، ويتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة. من جانبه دعا أمين عام مجلس الوزراء الياباني مختلف الأطراف في ميانمار إلى حل خلافاتهم بالحوار وفقا لعملية ديمقراطية تؤدي إلى تحقيق السلام في البلاد. لقد تلقينا تقريرا من السفارة اليابانية في ميانمار بإلقاء الجيش القبض على رئيسة البلاد أونغ سان سوكي والمسؤولين الكبار في الحكومة. تعتقد اليابان أنه من المهم لجميع الأطراف المختلفة في ميانمار العمل على حل قضاياهم بسلام من خلال الحوار وفقا لعملية ديمقراطية، فنحن نشجع الأطراف المتصارعة على ذلك. وفيما يتعلق بالوضع الراهن، سنعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان أمن الرعايا اليابانيين هناك بالتنسيق مع السفارة اليابانية. وجاء تحرك الجيش قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان للمرة الأولى منذ الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية في الانتخابات التي أجريت في 8 نوفمبر، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على حكم سوكي. خلال فعاليات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تم استعراض أحدث المستجدات في الإجراءات الوقائية والعلاجية والتعامل مع الأمراض المزمنة في ظل انتشار كورونا. الأمراض المزمنة في زمن الكورونا، عنوان الويبينار الذي عقدته اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمشاركة اللجنة القومية لعلاج الأمراض غير السارية، وذلك لاستعراض أحدث البروتوكولات العلاجية والوقائية لأصحاب الأمراض المزمنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للمكافحة. مثلا أمراض الكلى، الفشل الكلوي، إزاي يعملوا جلسات الغسيل بتاعهم، المرضى الزرع الكلى بياخدوا أمراض مثبتة للمناعة في وقت في إصابة بالفيروس، كل الطرق التعامل دي والبروتوكولات محطوطة بالتفصيل لكل مريض ولكل حالة. حطينا بروتوكولات علاج للمريض اللي عنده كلى أو عنده قلب أو عنده سكر أو عنده سمنة أو وجاله كورونا، لازم يتعامل معها إزاي علشان يخلي جسمه سليم
ما عندوش حاجة يقدر يتغلب على فيروس الكورونا بسهولة. كان حاجة مهمة جدا ان احنا حطينا البروتوكولات العلاج دي طبعناها وبتتوزع دلوقتي على جميع مستشفيات العزل، بتنزل اونلاين علشان الدكتور نفسه يلاقيها معاه في الموبايل بتاعه. تم وضع خطط للتخفيف من التحدي اللي بيواجهوا اصحاب الامراض المزمنة، زي ان الادوية تم صرفها بدل ما بتتم كل شهر بقت كل 3 شهور، يبقى عنده الستوك الخاص بيه فما يضطرش انه يروح المستشفى ويتعرض. بدأنا التطعيم في مستشفيات العزل للاطقم الطبية في مستشفيات العزل المبرة والحياة بورفؤاد، مستشفى العزل بالأقصر، وحرصا منه على الإجراءات الاحترازية اللي قائمة في مصر. كما تم استعراض جهود الدولة المصرية في توفير اللقاحات المقاومة لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للمواجهة. أي منتج نبدأ نحس إن هو وصل لمرحلة بروميسينج أو مرحلة واعدة بنبدا يبقى فيه يعني نقول بروكتيف ميجرز، او اتجاه ان احنا نشوف نتفاوض مع الشركات المنتجه بحيث ان احنا نقدر نستورد كميات، نقدر يبقى فيه تعاون ترانسفير للتكنولوجي مثلا، يبقى فيه مفاوضات علشان نقدر نوفر اللقاحات للمصريين، وازاي ان احنا نقدر ان احنا ننظم العلاج بتاعهم ونحط القواعد ونحط الـ 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 الطريقه اللي احنا نقدر نعالج بيها المريض. يعني مش عايزين بس ان احنا نبص للكوفيد بس، لا احنا محتاجين فعلا ان احنا نبص لجميع الامراض عشان نقدر نقدم الخدمه الطبيه المثاليه. احنا بالفعل كوزاره الصحه وهيئه عامه للرعايه الصحيه بمستشفيات العزل اللي عندنا كلها بنتبع احدث البروتوكولات، بنتبع احدث الاجهزه الموجوده عندنا عشان نعالج اهالينا من المشكله ديت. كما تم القاء الضوء على احدث البروتوكولات العلاجيه وتوفرها من خلال المخزون الاستراتيجي لمواجهه المرض بشكل واقعي. وفرت كل الادويه المختصه لعلاج كوفيد 19 وكلها كانت امنه، وفي مخزون استراتيجي كويس جدا جدا ريجاردنج للانتي فايروس او المضادات الفيروسات والانتي فايروتيك والفيتامين سي والحاجات التانية بالنسبه لكوفيد 19. الهدف بتاعنا في 2021 ان شاء الله ان كل الادويه المتاحه لعلاج الكوفيد والامراض المصاحبه ليه او السيمتومز او اللي هي العلامات اللي بتظهر كمان بعد علاج المرض، ان احنا نكون بنوفر كل العلاجات اللي بتحاول تعالج هذا المريض. توصيات ومؤشرات ايجابيه حملتها اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا لتكون دليلا ارشاديا للوقايه والعلاج من المرض وبخاصه اصحاب الامراض المزمنه. محمد حلمي، النيل. عالميا تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز 102 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى أكثر من 2,200,000 حالة وفاة، وذلك في أكثر من 210 من الدول والمناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة الدول الأكثر إصابة ووفاة، تلتها الهند ثم البرازيل فروسيا. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم البطن والمناعة بجامعة عين شمس. دكتور أشرف، بعد تحية، برأيكم ما الذي وصل إليه الفيروس حتى هذه اللحظة، وقراءتك لمسألة اللقاحات ما بين تعويل على قدرتها على مكافحة الوباء، وفي ذات الوقت ما يثار حول ضعف فعالية بعض اللقاحات أو ما قد تودي إليه من مضاعفات؟ احنا في جائحة كورونا الحقيقة كان عندنا وسائل الوقاية هي الاسلوب الوحيد لمقاومة الفيروس، والحرب مع الفيروس ما كانش فيه اي طريقة غير اننا نختبئ منه، يعني ان احنا نغسل ايدينا، نتخلص منه، نحط الكمامة ونبعد عن الناس اللي ممكن يكونوا مصابين. لكن طبعا دلوقتي وسائل الوقاية بتزيد وسيلة مهمة جدا اللي هي من خلال اللقاحات المتاحة. لقاحات الحقيقة بتدي مساحة لأنه يبقى في دروع كمان أمام اختراق الفيروس لأجساد البشر، وبالتالي هي دي وسيلة الوقاية اللي كان العالم بيحلم بيها في الفترة السابقة علشان يبقى في فرصة للبعد عن الفيروس. لكن كمان احنا بنبحث حاليا عن وسيلة لقتل الفيروس وعلاجه، وبالتالي كل الأبحاث دلوقتي شغالة على كمان إيجاد علاجات لفيروس كورونا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المتابعة دكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس.
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية عن استمرار العمل بالإجراءات الحكومية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا لمدة أسبوعين آخرين. وقال إشتية إن الحكومة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من اللقاح وستبدأ بالتطعيم منتصف الشهر الجاري. سوف تحصل على الدفعة الأولى بواقع 50,000 مطعوم من عدة مصادر أهمها آلية كوفاكس الدولية، وعلى هذا سيتم البدء بالتطعيم أواسط الشهر الحالي، فيما نتوقع وصول الدفعة الأولى من المطاعيم التي تعاقدت الحكومة على شرائها نهاية شهر شباط الحالي أو أوائل الشهر الذي يلي. وخلال الأسبوعين القادمين سوف نبدأ بحملة التطعيم ضد الكورونا. هذه الحملة سوف تبدأ في جميع الأراضي الفلسطينية، وسوف نقدم لقطاع غزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات. حذر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة من احتمال فرض قيود جديدة لاحتواء فيروس كورونا في ظل ارتفاع عدد الإصابات الجديدة خلال الفترة الماضية. وقال الربيعة إن أهم أسباب الارتفاع في الإصابات هو التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية. وأكد الوزير أن عدم الالتزام سيضطر السلطات لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع. سجلت السعودية أكثر من 368 ألف إصابة بالفيروس ونحو 6400 حالة وفاة. نشرتنا متواصلة معكم والمزيد بعد فاصل الاقتصاد من أبرز أحداثنا. زوجة المعارض الروسي نافالني تمثل أمام محكمة في موسكو بتهمة المشاركة في احتجاجات لدعمه. إلى أخبار المال والأعمال والاقتصاد بصحبة الزميل محمد عبد الحكم. محمد إليك. شكرا مريم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية. أبرز ما فيها: البورصة المصرية ترتفع 6.2 مليار جنيه ومؤشراتها تقترب من أعلى مستوياتها في 13 شهرا. انتعشت تعاملات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين لتقترب مؤشراتها من أعلى مستوياتها في 13 شهرا منذ ديسمبر من عام 2019 بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 792 مليار جنيه، وبذلك يقترب من أعلى مستويات في نهاية ديسمبر من عام 2019 والتي سجل فيها مستوى يقدر بنحو 738 مليار جنيه وسط تعاملات كلية وصلت إلى 2.6 مليار جنيه، وتضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي أن وزارته تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات بما تمتلكه من قدرات تصنيعية وتكنولوجية. جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشتركة بين مصنع إنتاج وأصلاح المدرعات مصنع 200 الحربية وإحدى شركات صناعة وسائل النقل. وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع تلك الاتفاقية تستهدف التعاون المشترك في مجال النقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية. تفقد وزير النقل الفريق كامل الوزير مع وزير قطاع الأعمال ورئيس هيئة قناة السويس موقع تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية. واطلع الوزراء على الموقف التنفيذي للمشروع الذي تبلغ مساحته 500,000 متر مربع وبلغت نسبة تنفيذه منذ إبريل الماضي نحو 49%. وأشار وزير النقل إلى أن المشروع سيرفع من تصنيف ميناء الأسكندرية مما سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على منظومة النقل البحرية، وأنه من المخطط الانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام 2021.
قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ الأحد المقبل وحتى يوم الأربعاء 14 من مارس المقبل في تسليم 576 وحدة سكنية ب24 عمارة بمشروع سكن مصر المرحلة الرابعة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة أكتوبر. وأكد الوزير أنه سيتم خلال ذلك اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن استيراد صفقة عربات قطارات السكك الحديدية بتكلفة باهظة وتفوق مثيلتها في دول العالم. وأشارت وزارة النقل إلى أن الصفقة التي تم التعاقد عليها لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية تقدر قيمتها بمليار و16 مليونا و50 ألف يورو، وهي تكلفة أقل من الصفقات المماثلة على مستوى العالم، حيث تم التعاقد على تلك الصفقة بعد منافسة قوية بين العديد من الشركات العالمية المتخصصة. قال وزير المالية محمد معيط إن 10 فبراير الحالي هو آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة. وأضاف معيط أنه لم تصل أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية منذ نشرها قبل أسبوعين، بما يعكس أنه يلبي متطلبات مجتمع الأعمال. كما أوضح أن هذا القانون يسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة. فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة بسبب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها 45 مليونا و758,333 درهما. وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019. نهاية الوقفة الاقتصادية، نعود من جديد إلى زميلتي ريهام رجائي. إليك ريهام. أشكرك محمد. قال مكتب المدعي العام الروسي اليوم إنه يؤيد طلبا من هيئة السجون بتحويل حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر على منتقد الكرملين أليكسي نافالني إلى حكم نافذ بالسجن. في غضون ذلك مثلت زوجة نافالني أمام المحكمة في موسكو بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن زوجها، وتم اعتقال أكثر من 5300 شخص في الاحتجاجات التي خرجت لدعم نافالني في مختلف أرجاء روسيا أمس الأحد. وتبقى بانورامانيل مستمرة مع حضراتكم، نتابع فيها المزيد بعد الفاصل الرياضي. ومن أحداثنا، فنان أردني يرسم لوحات فنية بواسطة مشروب القهوة. إلى أهم وآخر أخبار الملاعب الرياضية المختلفة، وعودة من جديد إلى محمد عبد الحق. شكرا لك محمد. وإلى واحدة من المساعي للخروج عن المألوف، حيث يستخدم الفنان الأردني أحمد قرعان مشروب القهوة بدلا من الألوان التقليدية لرسم صور لشخصيات مشهورة على الصحون الصغيرة. ويرسم قرعان وتر الكمان لكي يشخص لشخصيات مشهورة على مساحات صغيرة للغاية. نتابع. فنان ذو مذاق خاص أبدعه الفنان الأردني أحمد قرعان يستخدم فيه مشروب القهوة لرسم صور مصغرة تتحول مع الفناجين إلى لوحات رائعة. ويعد التحدي الذي يواجهه قرعان هو العمل على مساحة صغيرة للغاية، فهو يرسم شخصيات مشهورة ووجوها بطريقة مفصلة على صحون صغيرة للغاية. كان موضوع رسم بالقهوة بمحض الصدفة، جربت أرسم صورة إلي على صحن القهوة وكانت ردة فعل الناس يعني
جميلة على الفكرة هاي. فجربت أرسم صورة ثانية، كان تحدي بيني وبين نفسي إنه إذا رسمت هاي الصورة رح يعني أعمل إشي جميل بهذا المجال. قرعان يستخدم وتر العود أو الكمان كأدوات للرسم، ويستغرق حوالي 4 ساعات لإنهاء لوحة واحدة، وبمجرد أن يجف العمل يضيف مواد للحفاظ على الرسم. قرعان يعرض أعماله ويبيعها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المعارض، ويأمل أن يعلم فنه لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، فالرسم بالقهوة بدلاً من الألوان التقليدية يعد خروجاً ينتج أعمالاً فريدة. وتتويجاً لهذه الجولة، هذا تذكير بأبرز ما ورد بها من عناوين: رئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل في مشروعات قطاعي السياحة والآثار على مستوى الجمهورية. جولة جديدة من اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف للتصويت على السلطة التنفيذية المؤقتة لإدارة البلاد. إدانات دولية لإعلان جيش ميانمار حالة طوارئ بعد اعتقال عدد من زعماء البلاد. ختام ساعة من التغطيات الإخبارية على الأصعدة كافة، سياسيا واقتصاديا ورياضيا. أشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء.